بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها الاستعدادات الجارية لفريق النادي الأهلي قبل السفر إلى الأسكندرية لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري العام. عندنا مباريات حاسمة، مباريات قوية خلال الفترة القادمة، وفترة بالتأكيد مهمة جدا من مشوار هذا الموسم، سواء الموسم المحلي أو حتى الموسم الإفريقي، لأن بعد مباراة الإسماعيلي عندك موقعها مهمة جدا ومباراة صعبة جدا في كينشاسا مع فريق فيتا كلاب، ولا بديل عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار والتأهل للأدوار التالية في ظل مجموعة بالتأكيد النتائج فيها متشابكة خلال هذه الفترة ما بين سيمبا التنزاني وفيتا كلاب الكونغولي والأهلي والمريخ السوداني. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وعديدة، لكن نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وهو بالتأكيد له علاقة بمباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي. طبعا هو أفضل تشكيل ممكن الأهلي يلعب بيه قدام نادي الإسماعيلي، كل واحد يدخل يشارك معانا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحات تويتر وفيسبوك وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات في الإجابة على هذا السؤال. أفضل تشكيلة ممكن يلعب بيها بيتسو موسيماني، خاصة إن في ظل كمان في غيابات عديدة في صفوف الفريق بعد إعلان القائمة منذ قليل. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا للإسماعيلي. وكمان في ترند الأهلي، مدرب المريخ، الأهلي المرشح الأقوى للفوز بدوري الأبطال. وفي الترند العالمي، لوف يرحل عن منتخب ألمانيا بعد يورو 2021. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهاردة هنستعرض مع بعض مباريات اليوم. النهاردة في مباراة مؤجلة في الدوري المصري، وفي مباراتين مهمين جدا في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. نبدأ مع بعض. النهاردة في مباراة الساعة 7 بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة في الأسكندرية، هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري العام. لكن في مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم في مباراتين الساعة 10 مساء، وهي مباريات الإياب في دور ثمن النهائي دور ال 16. يوفنتوس هيستضيف بورتو البرتغالي، وكانت مباراة الذهاب فوز بورتو بهدفين مقابل هدف، وبالتالي يوفنتوس يسعى لإحراز هدف للتأهل للأدوار التالية. بروسيا دورتموند هيستضيف إشبيلية، وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز بروسيا دورتموند على إشبيلية 3-2، وبالتالي فرص فريق بروسيا دورتموند كبيرة جدا في التأهل إلى دور الثمانية. نتمنى النهاردة نشوف مباريات كبيرة، مباريات مثيرة، وبالطبع الكل منتظر مباراة كبيرة ما بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، خاصة بعد التغييرات الإدارية اللي تمت في نادي برشلونة خلال الساعات الأخيرة وعودة خوان لابورتا من جديد للنادي الكتالوني. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ مع بعض فقرة ترند الترند، وعندنا كلام مهم جدا عن مباراة الإسماعيلي والأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. قبل ما أدخل في تفاصيل مباراة الإسماعيلي والأهلي وعندنا كلام مهم جدا عن هذه المباراة، عايز أقول بالتأكيد ده خبر في البداية هيسعد كل الأهلاوية في كل مكان في ربوع جمهورية مصر العربية. قريبا أهلي الأقصر، خلال اليومين القادمين بإذن الله افتتاح الأهلي الأقصر. هذا المشروع هو نتاج الوحدة الاقتصادية العملاقة ما بين شركة استادات، الشركة الوطنية العملاقة، والنادي الأهلي الكبير. هذا المشروع مشروع وطني كبير جدا، أهلي الأقصر. بإذن الله خلال اليومين القادمين هذا المشروع بإذن الله هيكون إحدى المشروعات النتاج الوحدة الاقتصادية ما بين شركة استادات هذا أو هذه الشركة العملاقة اللي قايمة بدور كبير جدا في عدد من المشروعات الوطنية خلال الفترة القادمة. افتتاح أهلي الأقصر في تفاصيل كثيرة وفي موضوع مهم جدا، لكن بالطبع خلال يومين القادمين مع افتتاح أهلي الأقصر هيكون في تفاصيل أكتر. لكن حبيت أنوه النهاردة في بداية ترند الترند أن جمهور النادي الأهلي الكبير إن شاء الله خلال الأيام القادمة هيكون على موعد مع هذا الحدث الاستثنائي، افتتاح أهلي الأقصر. هذا المشروع اللي بالتأكيد بيتم من خلال الشركة العملاقة شركة استادات، الشركة الوطنية اللي بتقوم بهذا الجهد الكبير جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. طيب أبدأ مع بعض فقرة ترند الترند ومباراة الإسماعيلي والأهلي. هي مباراة كبيرة، مباراة بالتأكيد بتحظى باهتمام جماهيري كبير جدا، رغم المباراة بتتلعب بدون جمهور، وكنا بالطبع نتمنى المباراة تتلعب في استاد الإسماعيلية، لكن طبعا اتحاد الكرة والإجراءات الأمنية المباراة هتتلعب في استاد برج العرب. النادي الأهلي ما عندوش أي مشكلة خالص
يعني الاسماعيلي هيطلب المباراه تتلعب في اسماعيليه، الاهلي هيلعب. الاسماعيلي هيطلب المباراه تتلعب في استاد اسكندريه، الاهلي ما عندوش مشكله هيلعب. لكن في النهايه في اجراءات وفي شروط معينه الامن بيطلبها، والمباراه هتتلعب في استاد برج العرب. بالعكس احنا بنبقى سعداء جدا لما بنروح اسماعيليه وبنلعب في استاد الاسماعيليه، وحتى في حضور الجماهير، جمهور اسماعيليه العاشق لكره القدم السمسميه والاهازيج الجميله اللي بنشوفها من جماهير اسماعيليه، ده بتبقى حاجه جميله جدا وبتسعدنا. نتمنى يا رب نرجع تاني نلعب في استاد اسماعيليه ونلعب بحضور جماهير اسماعيليه، الجماهير العظيمه اللي بتشجع الدراويش بشكل رائع جدا. لكن طبقا طبعا للاجراءات الاحترازيه واجراءات كورونا، المباراه هتتلعب في استاد برج العرب في الاسكندريه، وان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كبيره جدا. لكن منذ قليل انتهى التدريب الاساسي والرئيسي لفريق النادي الاهلي، والفريق اتحرك او هيتحرك خلال هذه اللحظات الى الاسكندريه استعدادا لهذه المباراه. في تفاصيل كثيره وفي موضوعات مهمه جدا في هذا التدريب، لذلك اذهب مباشره الى الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره، عشان نعرف منه تدريب النهارده ايه الاخبار، القايمه اللي اعلنها بيتسو موسيماني هيستعد ازاي، ايه ابرز الغيابات، كل ده هنعرفه من زميلنا شريف شعبان. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشجع وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبضم صوتي الى صوتك. نفسنا طبعا نلعب في استاد اسماعيليه، مدينه اسماعيليه مدينه جميله، الاستاد اللي عايشينه كلنا بنحبه كله، وخصوصا كمان لو في جماهير الدراويش العاشقه للكوره. انا على المستوى الشخصي طبعا بتمنى مباريات الاهلي والاسماعيلي تكون في الاسماعيليه، ولكن طبعا طبقا لاجراءات الامن احنا بنلعب في اي مكان، طبعا طبقا لقرار الامن واتحاد الكره بمصر هتكون المباراه في برج العرب، ولكن على المستوى الشخص طبعا بتمنى ان تكون المباراه في الاسماعيليه، ولما لا نادي الاهلي بيلعب في اي مكان، ودي كوره في الاول وفي الاخر مكسب وخساره، الاحسن واللي التوفيق معاه يكون الفوز من نصيبه، ويا رب باذن الله يكون الفوز بكره من نصيب النادي الاهلي. كل كواليس المران معاك زميلي محمد، بقى اي استفسار اي حاجه انا معاك في كل كواليس المران اللي انتهى منذ قليل، والاهلي غادر منذ قليل الى مدينه اسكندريه، يمكن هيوصل في خلال باذن الله 3 ساعات هيكون موجود في المعسكر المغرق، طبعا استعدادا لمباراه الاسماعيلي اللي هتكون بكره في 7:30. يا رب يا رب بكره باذن الله يكون يوم موفق لكل جماهير النادي الاهلي، ونفوز على فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. يمكن ملعب مختار التتش، خليني اقول لك قبل ما اتكلم في اي تفاصيل، على طول المهندسين المهندس خالد ومحمود صلاح على طول بدا الاصلاحات، او بدا اما بيلاقوا فريق الكره بيسافر او بيترك الملعب يبداوا على طول بيشتغلوا فيه. يمكن الان بتجرى الصيانه على طول، رش المواد الكيميائيه للملعب، ويمكن رش الملعب تغريقه طبعا عشان خاطر يكون جاهز لاستقبال المران. بكره الصبح هيكون في مران للمستبعدين، ومن بعده طبعا هيكون في مران بكره باذن الله او بعد بكره باذن الله لفريق النادي الاهلي، هيكون اهوت قبل يوم الجمعه اللي هيكون اجازه، والسبت باذن الله هيكون تمرين صباحا قبل السفر الى كونغو، اللي بتمنى باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي بكره باذن الله ويوم الثلاثاء القادم. سمعك زميلي محمد. تفاصيل المران النهارده والقائمه اللي اعلنها بيتسو موسيماني، اللي بالتاكيد غادرت خلاص وسافرت الى الاسكندريه استعدادا لخوض مواجهه الاسماعيلي. يمكن اعلن منذ قليل مستر بيتسو موسيماني قائمه بتضم 21 لاعب في حراسه المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعلي لطفي، في خط الدفاع سعد سمير، بدر بنون، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، بيكهام، اليو ديانج، اكرم توفيق، السوليه، افشه، حسين الشحات، اجاييه، محمد شريف، كوكا لاعب صغير السن، بواليا، مروان محسن وصلاح محسن، والعائد من الاصابه ناصر ماهر. ناصر ماهر بيخش قائمه المباراه، بقول له حمد على السلامة يا رب بإذن الله يكون موفق جدا في الفترة القادمة مع النادي الأهلي. 21 لاعب عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، بيغيب أيمن أشرف، بيغيب طاهر محمد طاهر، ولكن الأهلي بمن حضر عندنا ثقة كبيرة جدا في لاعبي النادي الأهلي. الأزمة اللي عند النادي الأهلي في الجبهة الشمال 3 لاعبين كبار بيغيبوا، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، يمكن الإصابات بتضرب فريق النادي الأهلي، ولكن الأهلي بمن حضر عندنا ثقة كبيرة جدا في بيكهام أو في أحمد نبيل كوكا اللي هيكونوا موجودين في هذا المركز، ايا كان بقى الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هنشوفها بكره باذن الله في المباراه. المران بدا في 1:00 ظهرا، ومن قبلها كان في محاضره فنيه اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني عن فريق الاسماعيلي، شاهدوا فيديو عن نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق الاسماعيلي، واشتغل التكتيك بتاعه الخاص بهذه المباراه. يا رب باذن الله بكره الاهلي يكون موفق ونفوز على فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. طب عايزك تطمني على طاهر محمد طاهر وعلى ايمن اشرف، يعني خرجوا من قائمة المباراة، هل لا قدر الله الإصابات ممكن تبعدهم فترة، ولا هي حاجات بسيطة الجهاز الفني فضل يريحهم عشان الرحلة إلى الكونغو، وبالتأكيد مباراة مهمة أيضا بعد الإسماعيلية مباراة فيتا كلاب؟
طبعا هو الجهاز الفني فضل راحتهم خوفا من اصابتهم، من ان بيشعروا باجهاد، ففضل راحتهم للمباراه الهامه مع فيتا كلوب اللي هتكون يوم الثلاثاء، فطبعا خوفا عليهم، ورحله شاقه ورحله طيران شاقه والعوده ومباراه في اجواء صعبه جدا ودرجه حراره صعبه واجواء صعبه جدا، ففضل راحتهم. ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر جاهزين باذن الله لمباراه فيتا كلوب، وبنسبه كبيره جدا هيكون برضو ايضا متواجد باذن الله اللاعب اللي جماهير الاهلي كلها بتحبه علي معلول. النهارده كان بيجري عمليات التاهيل في الملعب واقترب بشده من العوده الى التمرين مره اخرى، فتح النهارده ما شاء الله سبرنتات كبيره، خلاص معنى اللعيب يفتح سبرنتات وهو راجع من العضله الخلفيه، بقى خلاص بيقترب بشده من العوده مره اخرى الى التمرينات. ناصر ماهر النهارده في المران الجماعي شارك في التقسيمه كلها ولا خد اجزاء بس؟ لان عايز اطمن على جاهزيه ناصر في ظل انه خلاص الحمد لله عدل القائمه بعد غياب حوالي 3 شهور. ناصر ماهر بقاله حوالي اسبوع بيشارك في التدريبات، يمكن دخل على مراحل كان ممنوع المشاركه او الالتحامات في المران مع ناصر ماهر، بقاله 3-4 ايام بيلتحم بصفه عاديه خالص، ما شاء الله حالته الفنيه كويسه والبدنيه ايضا كويسه. امبارح الدكتور احمد ابو عبله اعطى الضوء الاخضر لبيتسو موسيماني ان ناصر ماهر اصبح جاهز بمليون في المئه. النهارده مستر بيتسو موسيماني جربه في التقسيمه، امبارح جربه في التقسيمه وظهر بشكل يعني مطمئن جدا جدا جدا، يعني امبارح والنهارده الاهات اللي كانت متابعه للتمارين كانت مع ناصر ماهر، في داخل في منافسه شديده جدا مع قفشه، ايا كان بقى مين اللي ممكن يلعب، ولكن امبارح ظهر بشكل كويس والنهارده ظهر النهارده بشكل كويس جدا. النهارده كان في منافسه قويه جدا بينه وبين قفشه في الفريقين قصاد بعض، يعني بتمنى الاحسن يلعب والاجهز يلعب باذن الله. طيب شريف، هل لفت انتباهك النهارده في المران في اجتماعات فرديه ما بين بيتسو موسيماني مع اي من اللاعبين خلال المران الجماعي خلال التقسيمه؟ يعني حدثت اجتماعات فرديه خلال المران على الهامش كده في ملعب التتش؟ يمكن هو اكتفى بالمحاضرة الفنية اللي اتكلم فيها مع اللاعبين، كانت حوالي 35 دقيقة اكتفى بيها. النهاردة بقى كان بيوقف التقسيمة أكثر من مرة علشان يصلح الأخطاء أو الحاجات اللي طلبها معينة من لاعبي النادي الأهلي، ويمكن أخص يمكن في آخر المران جلسة مع بيكهام، يمكن استمر معاه جلسة حوالي 10 دقائق اتكلم فيها مع بيكهام، ويبدو إن بيكهام حجز يعني الناحية اليسرى في مباراة غدا، فعشان كده كان مستر ميتسو موسيماني كان بيتكلم مع بيكهام في فترات كتيرة بعد نهاية المباراة. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، طمنتنا على أخبار الفريق قبل السفر إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، شكرا جزيلا يا شريف. طبعا هي مباراة قوية، مباراة صعبة ما بين الإسماعيلي والأهلي. الإسماعيلي بيقوده مدرب بوسني هو دراجان يوفنيتش، طبعا عامل يعني اختلاف شوية في فريق الإسماعيلي الفترة الأخيرة، يمكن استعادة الروح المعنوية، ابتدى فريق الإسماعيلي يعني بيحاول قدر الإمكان يستعيد نتائجه الإيجابية الفترة الجاية بعد نتائج سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة. مثل هذه المباريات بالتأكيد خارج أي حسابات، يعني مش معنى الإسماعيلي في مؤخرة الجدول والأهلي في الصدارة تبقى المباراة سهلة إطلاقا، لا، المباراة تبقى صعبة جدا، والأهلي عشان كده بيحضر لها تحضير جيد جدا وكويس جدا عشان يحرز الثلاث نقاط. لو استعرض معاكم قائمه فريق الاسماعيلي زي ما استعرضنا ايضا كمان قائمه فريق النادي الاهلي، في حراسه المرمى في محمد مجدي ومحمد فوزي، بالمناسبه محمد فوزي هو احد الحراس اللي كان في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وراح للاسماعيلي بعد كده، محمد بايومي، مصطفى فارس، محمد هاشم، كاستيلو، مروان الصحراوي، حسين السيد طبعا، رضوان شريفي، عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، زياد طارق، نادر رمضان، احمد مدبولي، محمد الشامي، اري بابل، شيلونجو، شكري نجيب، والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف. لعيبه الاسماعيلي بالتاكيد فرصه طيبه بالنسبه لها، عايزه تصالح جمهورها، فبالنسبه لها مباراه الاهلي هي مباراه بالنسبه لها فكره جيده او فرصه طيبه ان هي تقدر تصالح بيها جمهورها، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي هيكونوا على قدر المستوى وعلى قدر الحدث ويعملوا مباراه كبيره، خاصه ان الفوز في هذه المباراه مهم جدا للاقتراب من صدارة الدوري والحفاظ على فرصك في صدارة الدوري، وناحية معنوية جيدة جدا قبل السفر إلى الكونغو يوم السبت القادم استعدادا لفيتا كلوب. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي وعندنا تفاصيل مهمة جدا في حلقة النهاردة.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. النهارده ترند اونلاين مختلف شويه عن الفترات السابقه. الفترات السابقه كنا بنهتم اكتر بفقره الكلام مع الاعلاميين او الصحفيين او المسؤولين مع الفرق الافريقيه اللي بتواجه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، سواء في سيمبا التنزاني او فيتا كلوب الكونغولي. لكن المره دي عندنا فقره مختلفه شويه، احنا محتاجين نلقي الضوء على احد المدربين المصريين اللي عامل انجازات رائعه وطيبه جدا في الكره الافريقيه وتحديدا في جنوب القارة مع أندية زامبيا، وأيضا كان في السابق مع أندية زيمبابوي. هو حاليا عامل إنجاز طيب مع فريق نابسا ستارز بطل زامبيا، وصل إلى مرحلة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية وموجود في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفدرالية. الناس كلها في العموم بتتابع الأهلي، الزمالك، بيراميدز، لكن لما يكون عندنا مدرب مصري عامل إنجازات طيبة مع أحد الأندية في زامبيا وبإمكانيات بسيطة يوصل لمرحلة دوري المجموعات ويواجه فريق نهضة بركان وأيضا معاه شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني، لازم نتكلم معاه ولازم نقرب منه عشان نشوف التجربة دي إزاي خاضها وإزاي بيعيش هذه التجربة في زامبيا. لذلك في هذه اللحظات أرحب طبعا بالكابتن محمد فتحي المدير الفني لفريق نباسا ستارز الزامبي، أحد المدربين المصريين اللي عامل إنجازات طيبة تحديدا خلال آخر 10 سنوات في جنوب القارة الإفريقية. كابتن محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبتمنى لك التوفيق يا رب في مشوار الكونفدرالية وأولى المباريات غدا مع نهضة بركان المغربي. شكرا يا كابتن. طبعا أنت موجود حاليا في مدينة وجدة، هي على قرب من مدينة بركان، وطبعا بتستعد لمباراة نهضة بركان بكرة، لكن عايز أعرف منك تجربة التدريب في إفريقيا، إزاي فكرت في خوض هذه التجربة؟ إزاي بدأت هذا المشوار؟ ما كنتش طبعا من الأسامي النجوم الكبيرة كلاعب كرة قدم، لكن في التدريب اسم كبير ونجم كبير في التدريب في القارة الإفريقية. أنا دخلت في مشروع تطوير الكرة الذنبية، كان في اتصالات مع الاتحاد الزامبي على مستوى الشخصي ما بيني وما بين الاتحاد الزامبي، كان عندي فكره والفكره دي اتطورت ان احنا نعمل مشروع تطوير الكره الزامبيه، وانا هناك نعمل مشروع الايرث رايزنج ستار. جالي عرض من النادي كابو واريورز في الدوري الممتاز، عرض عليا ان انا امسك الفرقه وربنا وفق من البيت الرابع 2008، وبعدين كده جالي عرض كنت ماضي بسنه واحده، بعدين جالي عرض باور داينامس في زامبيا برضه طلبوني، رحت ضربت باور داينامس ونهيت معاهم الثالث واخدت معاهم كاس. بعد كده جالي الهايلاندرز زيمبابوي، وصلت معاه لنهايه 3 كؤوس ونهيت معاه الثالث بعد الخصم من الهبوط. اول ما اخدت الفرقه كانت في المركز ال 11، كان عندي 9 ماتشات في الدوري ونهيت بيهم الرابع الحمد لله، كسبت 6 ماتشات وتعادلت 2 وخسرت 1. وبعد كده ريحت شويه نزلت مصر، وبعد كده رجعت تاني على زامبيا دربت الناشونال اسمبلي في الدوري الممتاز، نادي برضه بسيط انقذت من الهبوط، وبعدين طلبني تاني كابو واريز اللي كنت بمرنه 2008 دربته 2014، طلعتهم من الدرجه الاولى للدوري الممتاز كانوا هبطوا، رجعتهم من الدرجه الاولى طلعتهم من الدرجه الاولى للدوري الممتاز. وبعد كده جالي لوساكا داينامس، كان نادي تحت التاسيس، نهيت معاه الخامس، وبعد كده اخذت نفس ستارز 2018 في نفس الموسم، كان الفريق في المركز الاخير، ربنا كرمنا والحمد لله وانقذت الفريق من الهبوط 2018 19 وبعدين 2019 2020 نهيت الرابع، ربنا ما وفقش وخسرت الدوري في اخر ماتش بس نهيت الرابع، وربنا وفقنا الحمد لله ووصلنا دوري المجموعات في 2021. ده مشوار مميز جدا. طب في دورات تدريبيه خطاها يا كابتن محمد في الاتحاد الافريقي، معاك رخص تدريبيه، هل سبق ليك انك حاولت تشتغل في الدوري المصري او في التدريب في مصر الفتره اللي فاتت؟ يعني عايز اعرف الكواليس عشان توصل للمرحله المميزه دي، اكيد كان مشوار مرهق وصعب ومليء بالضغوط. لا انا اخذت كل الكورسات بتاعتي، اللايسنس بتاعتي اخذتها من زامبيا، اخذت الكاف سي والكاف بي والكاف اي اخذتها من زامبيا، ما اخذتش اي رخصه مصر، اخذت الكاف سي والبي والاي من زامبيا، وحاليا معايا الكاف اي، واخذت دورات على حسابي
قبل 2008 في ألمانيا وفي سويسرا على حسابي الشخصي. أنا كان عندي طموح وكان عندي أمل، والحمد لله ربنا وفقني لغاية ما وصلت للمرحلة دي. تمام، كنت بتلعب فين في مصر؟ طيب بالنسبة ايه للدوري الأندية؟ المصري أنا ما حدش عرض عليا خالص خالص. اتفضل اتفضل يا كابتن. في الدوري المصري أنا ما حدش عرض عليا، وأعتقد إن أنا يمكن ما عنديش حد إن هو يعملني ماركتينج في الديفيجن دي اللي هو الدوري المصري، يعمل لي تسويق الدوري المصري، فيمكن هي دي النقطة اللي لا بس وجودك في الكونفدرالية وانك توصل لمرحلة دور المجموعات وهتلعب مع القطن الكاميروني ونهضة بركان وشبط القبائل، ده هيكون أكبر تسويق ليك، وإن شاء الله تقدر تروح بالفريق لأبعد مدى وتوصل للأدوار النهائية إن شاء الله. لكن عايز أعرف، لعبت في الدوري المصري قبل كده مع أندية زي مين مثلا؟ لا انا ما لعبتش في الدوري الممتاز، انا كل اللعب كان في الدرجه الاولى، لعبت مع الشرقيه وين غزل المنصور، كان في انديه الدرجه الاولى، ما لعبتش في الدوري الممتاز المصري على مستوى كلاعب، وجات لي اصابه وبطلت بدري يعني، بس على مستوى كلاعب ما عنديش، ما اقدرش اقول ان انا عندي السي في كبير كلاعب، بس في التدريب الحمد لله ربنا موفقني والكل مجتهد المصري. بإذن الله تستاهل كل خير. طيب عايز أعرف كمان كابتن محمد، وأنت موجود في زامبيا مشوار كان صعب جدا مع فريق ناباسا ستارز، إزاي قدرت توصل لمرحلة دور المجموعات؟ هتلعب بكرة مع نهضة بركان، أنت أقصيت فريق جورماهيا الكيني، جورماهيا الكيني من الأندية الكبيرة اللي في كينيا وليها باع طويل في البطولات الإفريقية. والله انا في لما بدات الماتشات الكونتيننتال انا غيرت، كنت بغير في التاكتكس شويه ما بين الماتشات يعني، ما كنتش بلعب نفس الطريقه، بستخدم نفس اللعيبه بس مش بنفس التشكيله يعني، ممكن تلاقي مثلا عندي فيرست 11 او اللي هيبدا الماتش في الكوموروز في خمسه منهم مثلا اتغيروا في ماتش العوده، فبلعب بالطريقه دي، وغير كده ان انا بغير التاكتكس كل مباراه، وده اللي ربنا يعني وفقنا والولاد اجتهدوا الحمد لله، توفقنا عند ربنا ان احنا نكسب بجورمايا في كينيا 1-0، كان ماتش صعب جدا، ولما رجعوا برضو في لوساكا كان ماتش صعب جدا، وما كناش عارفين اذا كانوا بعيد ولا لا، انا اول مره اشوف فرقه تيجي يوم المباراه، توصل يوم المباراه الصبح وتيجي على الملعب، ده كان حاجه غريبه بالنسبه لي، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعدينا. مواجهة نهضة بركان بقى شايفها ازاي؟ ونهضة بركان هو حامل اللقب. لا ده هو حامل اللقب السنه اللي فاتت، انا السنه دي كل ماتش بيختلف يعني، انا بحترم الفرقه اللي قدامي، بس لما بنزل الملعب خلاص انا الند بند، ما اقدرش ان انا ابص له باحترام جوه الملعب، لان لو احترمته جوه الملعب هيغلبني، هيكسب الماتش، معناه ان انا بقول له تعالى اغلب، لكن بره الملعب انا بحترم تاريخ النادي واحترم كل اللي فيه وكل حاجه، بس لما تيجي بقى صفاره الحكم تبدا كل واحد يبين قوته. تمام، عايز اعرف طيب، الاهلي بيضم طبعا ما بين صفوفه مهاجم زامبي والتر بواليا، شعبيه بواليا في زامبيا وحضرتك طبعا بتدرب في زامبيا وبالتاكيد تعرف كل اللعيبه منذ سنوات طويله، ايه معلومات حضرتك في طبعا هذا الشان وتقدر تقول لنا ايه في الموضوع ده بالظبط؟ وتر بواليا لاعب متميز جدا، كان كابتن كانا اتكلمنا اكتر من مره، هو كان نفسه ينزل يلعب في جنوب افريقيا عموما، في شمال افريقيا عموما مش شرط مصر، بس حظه جه في مصر ووفق، بس هو لعيب متميز جدا، عنده امكانيات عاليه، بس عايز تشجيع، بالتشجيع بيقدر ان هو يسجل، اي من هو لعيب متكامل بالنسبه لي، بيلعب هيدرز كويس، بيلعب برجلين اثنين يمين وشمال، الاختراق من العمق ممتاز جدا، وان اون وان بيقدر يتعامل، وبرضه ساعات بيجي من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، الكيرف بتاعه كويس، وهو داخل على الفاينل ستيب بتاع 18، لاعب كويس جدا، وبتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي ان شاء الله. طيب ابرز لعيب عندك في نباسا ستارز
لو حد في الدوري المصري مثلا متابعينه او يعرفوه او لعب في الدوري المصري قبل كده، عندك لعيبه مميزه لعبت في الدوري المصري قبل كده او ابرز لعيبه عندك في الفرقه مين؟ عندي مانويل مايوه كلاعب في الزمالك قبل كده، بس معاك. ما توفقش. وجاب عنده 4 تجوال دلوقتي، هو رقم 2 لان الرقم 1 عنده 5 تجوال، لعيب من بوروندي تقريبا او من كونغو، مش فاكر بالظبط نسيته، بس مايوه تمام. عنده 4 تجوال ولاعب مجتهد جدا، ولاعب عنده تاتش، ونزل وزنه نزل جامد، وربنا موفقه يعني معاك. وربنا يوفقك كابتن محمد فتحي، انا بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق بكره يا رب في مباراه نهضه بركان. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كان لقاء مهم جدا مع الكابتن محمد فتحي المدير الفني المصري للفريق نابسا ستارز بطل زامبيا، عامل مشوار مع الكره الزامبيه والكره الافريقيه رائع جدا، وصل لمرحله دور المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه، هيلعب مع اقوى الفرق نهضه بركان، القطن الكاميروني، شبيبه القبائل. فرصه طيبه للاعلام المصري والجمهور المصري يدعم مدرب مصري في كاس الكونفدراليه، هيلعب موجود كمان مع بيراميدز اللي بيلعب في مجموعه اخرى في كاس الكونفدراليه، وان شاء الله باذن الله يقدر يوصل لمراحل بعيده، وده الدور المهم جدا للاعلام ان هو يلقي الضوء على المدربين المصريين اللي بيلعبوا وبيشاركوا مع فرق في الادغال الافريقيه. بتبقى الظروف صعبه والتحدي صعب، لكن طبعا النجاح والنتائج بتبقى هي اسعد شيء ممكن نتكلم عليه مع هؤلاء المدربين اللي بيشرفوا الكره المصريه في البطولات الافريقيه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي وكلام مهم جدا عن النادي الاهلي من خلال المحتوى اللي اتكتب عبر السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنستعرض مع بعض المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا عن النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض من خلال الصفحه او الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، كتبوا ان تعديلات في تشكيل الاهلي امام الاسماعيلي بالدوري الممتاز. بيتسو موسيماني استقر على اجراء تعديلات في تشكيل فريقه لمواجهه الاسماعيلي، طبعا خاصة في ظل نصائح الجهاز الطبي بإراحة الثنائي أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر خوفا من تفاقم إصابتهم وغيابتهم عن أو غيابهم عن مباراة فيتا كلوب. التشكيل المتوقع من خلال الزملاء في الحساب الرسمي للأهرام بيتكلموا إن في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني، بدر بنون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، في خط الارتكاز هو بس يمكن في خطأ غير مقصود لأن حمدي فتحي هيغيب عن هذه المباراة لتراكم الإنذارات، ده الإنذار الثالث فبالتالي مش هيكون موجود في مباراة الإسماعيلي، فهم حاطين حمدي فتحي بجوار السولية، فغالبا طبعا مش هيكون حمدي فتحي البادئ لأن خلاص هو مش موجود في القائمة بيغيب للإيقاف، فهيكون غالبا طبعا بنسبة كبيرة أليو ديانج بجوار عمرو السولية. أمامهم محمد مجدي أفشة، جونيور أجاييه، وحسين الشحات، وفي الهجوم محمد شريف. هنشوف في النهايه رؤيه بيتسو موسيماني في مباراه الغد، هيكون بيفكر في الثلاث نقاط وازاي يستعد لمباراه فيتا يوم الثلاثاء القادم. طيب من خلال الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر كتبوا موسيماني يحذر لاعبي الاهلي من انتفاضه الاسماعيلي ويطالب بعلاج اهدار الفرص. بيتسو موسيماني طالب طبعا لاعبي النادي الاهلي بضروره التركيز في مباراه الاسماعيلي من اجل حصد الثلاث نقاط، وإن نتائج فريق الإسماعيلي لا تعبر أبدا عن المواجهة المنتظرة غدا، هذه مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين سواء الأهلي أو الإسماعيلي، فبالطبع كل لاعب بيحاول يؤدي ويقدم أفضل ما لديه في هذه المباراة، لذلك بيتسو موسيماني بيحذر اللاعبين من أن مباراة بكرة الترتيب الفريقين في الجدول لن يعبر أو لن يكون هو الصورة الأساسية لشكل مباراة الغد، وبالطبع الفريق إن شاء الله هيحاول يؤدي مباراة كبيرة عشان حاجتين، يحرز الثلاث نقاط ويكون في صدارة الدوري وينافس على البطولة بشكل قوي، وفي نفس الوقت كدفعة معنوية قوية جدا قبل السفر إلى القنوة. طيب الصفحة الرسمية للوطن سبورت ركزت على جزء رقمي متعلق بمباراة الأهلي والإسماعيلي، هو تعثر للدراويش والتاريخ ينصف الأحمر. بنتكلم هنا إن دي المواجهة رقم 137 ما بين الأهلي والإسماعيلي في تاريخ الفريقين على مستوى جميع المسابقات سواء محلية أو حتى عربية وإفريقية. تأتي أرقام المواجهات كالتالي: الأهلي فاز في 70 مباراة وسجل 203 هدف، الإسماعيلي فاز في 29 مباراة وسجل 116 هدف، بينما الأهلي والإسماعيلي تعادلا في 37 مباراة. طيب نروح كمان بقى لحاجة ليها علاقة بالشأن الإفريقي، هو الحساب الرسمي للكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تويتر نشروا إحصائية لمحمد مجدي أفشة في مباراة فيتا كلوب الأخيرة بعد اختياره ضمن أفضل لاعب في الجولة الثالثة، هو صنع فرص 5 فرص في هذه المباراة، صوب على المرمى في 5 مناسبات، دقة التصويب في الـ5 تسديدات كان 60%،
التمريرات الصحيحة كانت 40 تمريرة، استخلص الكرة مرتين، والتمريرات الطولية الصحيحة كانت 6 تمريرات. أفشة يمكن في هذه المباراة وجهه سوء حظ عسر جدا، ضيع 3 أهداف مؤكدة، كان ممكن هذه المباراة بالتأكيد ده تخرج بحصيلة كبيرة من الأهداف، لكن للأسف التوفيق ما كانش حليف فريق نادي الأهلي. أتمنى يا رب التوفيق يكون حليفنا بقى في كينشاسا في مباراة فيتا كلاب إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. طيب، من خلال صفحة أو الحساب الرسمي ليه في الجول على الفيسبوك، نشر الصور للمهاجم الزامبي في النادي الأهلي والتر بواليا. مهاجم الأهلي قام بزيارة فريق ناكانر الديفلز الزامبي، هذا الفريق هو فريقه السابق لكنه متواجد حاليا في القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا في افتتاح مباريات دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية. وشايفين طبعا أكتر من صورة، وفي تي شيرت للنادي الأهلي وعليه طبعا اسم والتر بواليا رقم 26، وأهداه لعدد من اللاعبين السابقين اللي كانوا بيلعب معاهم في فريق ناكانر الديفلز بطل زامبيا. معانا كمان من خلال الحساب الرسمي والصفحة الرسمية في الجول على الفيسبوك، نشروا تصريحات لمدرب المريخ السوداني الجديد لي كلارك عن مواجهة النادي الأهلي. قال إن الأهلي أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، المباراة هتكون قوية جدا، دي المباراة بإذن الله هتكون في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، هي مباراة يعني بتبقى فرصة إن اللاعبين والمدربين يصنعوا اسمهم. الأهلي بيمتلك أو بيملك مدرب رائع زي بيتسو موسيماني، عنده لعيبة مميزة وهو بيتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية. طبعا لي كلارك هو تولى المسؤولية منذ أيام قليلة عقب إقالة طبعا المدرب التونسي فخر الدين نابي أو نصر الدين نابي بعد طبعا التعادل الأخير مع سيمبا التنزاني، وبالطبع خرج أو يعني المريخ السوداني لم يحقق حتى الآن سوى نقطة وحيدة في دوري المجموعات. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكمل حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند العالمي. ترند العالمي النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، هو متعلق بمنتخب ألمانيا، لأن طبعا في تطورات كتيرة بتحصل خلال الساعات الأخيرة. حساب الاتحاد الألماني على تويتر أعلن أن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا هيرحل على المنتخب بعد كأس الأمم الأوروبية اليورو اللي هينطلق في الصيف القادم. الاتحاد الألماني أوضح أن لوف طلب إنهاء العقد اللي كان المفروض بيمتد لعام 2022 بعد كأس العالم، لكن طبعا الاتحاد الألماني وافق على رحيله بعد اليورو اللي هينطلق إن شاء الله في الصيف القادم وهو يورو 2021. طيب، حساب ميرور على تويتر كتب ان الاتحاد الالماني بدا البحث خلاص عن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب المانيا، وفي كلام على من خلال طبعا الكلام على عهده ميرور البريطانيه ان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هو المرشح الاقرب لتدريب المنتخب الالماني خلفا ليواخيم لوف. طيب، النهارده يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اتكلم في مؤتمر صحفي. صفحه في الجول أو الصفحة الرسمية في الجول على الفيسبوك اهتمت ونشرت تصريحاته، قال فيها: لن أكون متاحا كمدرب محتمل للمنتخب الألماني، لدي 3 سنوات متبقية في عقدي مع ليفربول، الأمر بسيط، حين توقع عقدا عليك أن تلتزم بهذا العقد، لقد فعلت ذلك مع ماينز وبروسيا دورتموند، هناك عدد كبير من المدربين الألمان، أنا متأكد من أن الاتحاد الألماني سيجد بديلا جيدا. إذا يورجن كلوب قطع الشك باليقين في فكرة أنه يكون خلفا ليواخيم لوف بعد رحيله عن المنتخب الألماني. طيب، نتكلم بقى ونشوف آراء الجمهور والمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، أفضل تشكيل للأهلي في مباراة الإسماعيلي. كريم مصايم بيقول محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بنون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاييه، محمد شريف. سيفا بيقول الشناوي، أيمن أشرف، بدر بنون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، سولية ديانج، أفشا، أجاييه، طاهر، شريف. واتكلم كمان تيفا بيقول دكة البدلاء صلاح محسن، ناصر ماهر، مروان الشحات، بيكهام، رامي بواليا، وعلي لطفي. ممكن التوقع التشكيل مش مختلف كثيرا بالنسبة للجمهور، إن خلاص الخيارات محدودة ومعروفة بالنسبة للجهاز الفني وأيضا لكل المتابعين. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.